رجع لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء ولسه مكملين مع حضرتكم. طبقا لآخر تقارير الأمم المتحدة أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم اتعرضوا لتشوه أعضائهم التناسلية في قارة أفريقيا وبعض الدول الشرق الأوسط. وطبقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم المصرية نسبة التعليم للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات بلغت حوالي 26.3 إجمالي عدد الإناث. للأسف دي طبعا حاجة قليلة جدا. مكافحة بقى العنف ضد المرأة هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. والعنف مش بس ضرب، في أنواع أكتر بكتير قوي. يعني العنف اللي بيأذي أي بنت في أذى جسدي ونفسي مش بيروح، ممكن يمكن الأذى الجسدي يروح بالوقت لكن الأذى النفسي بيزيد كل ما يعدي الوقت. الحقيقة التشوه النفسي أعمق بكتير قوي من التشوه الجسدي. العنف ضد المرأة ده بنشوفه أكتر من شكل، في الضرب، في العلاقة الزوجية، في الختان، في الزواج المبكر، ودي مهمة جدا. كل ده عنف وده اختراق لحياة المرأة بشكل عنيف جدا، مش مقبول بأي شكل من الأشكال. طبعا بيحصل لأسباب كتير قوي في مجتمعنا هنتكلم عليها النهاردة، وبيتسبب في مشاكل جسدية ونفسية للأجيال كمان اللي جاية. ده اللي هنتكلم عليه النهاردة مع دكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، ومعنا الطالبة الجميلة هانيا حمودة المشاركة كمان في الحملة. مساء الخير. هانيا اضحكي يا هانيا، خلاص بقى هتطلع على الهوا. عايز اقول لكم ان هانيا شويه مرتبكه فقلت لها لا احنا كاننا قاعدين في بيتنا يعني، فما تضايقيش خالص. اخبارك ايه يا هانيا؟ كله تمام. منورنا مره ثانيه يا دكتور، ومبسوطه ان انت النهارده معانا عشان نتكلم عن موضوع مهم جدا. اتمنى يا رب الناس تفهموا بتعمق، لان هي الفكره مش بس عنف جسدي، هي في عنف نفسي وعنف في الزواج المبكر وعنف في الخير، يعني عنف باشكال وانواع كتير قوي. بس قبل ما نتكلم عن العنف انا حابه بس ان احنا تشوفوا معانا فيديو لفتاه اسمها صبحه. طبعا الفيديو ده بصوت الزميل العزيز جدا اسامه منير. صبحه دي فتاه بتتصور من اول ما بتتولد وقد ايه هي بتعاني من العنف باشكاله وانواعه المختلفه لغايه سنها دلوقتي. تعالوا نتفرج على صبحه اللي حصل فيها ونرجع نتكلم عن مكافحه العنف ضد المراه. زغرت الدايات نادوا قالوا صبحة صبحة فرحة صبحة طرحة صبحة غصن البان وطرحة صبحة مولودة في بلدنا بين ولادنا. يمكن كانت في الصعيد أو لبحر القطر خدنا، المهم إن الوليدة وصلت لدنيتها الجديدة كانت سعيدة. صحى فجر الصبح صبحة صحي هلا ليها طلة. طبقا لاخر البيانات الرسميه الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء المصري، عدد الاطفال الاناث 15 مليون طفل بيمثلوا 48% من عدد الاطفال. صبحة لما الصبح صبح سمعت ان العلم نور وان حوش الفصحى ضامن كله صافي في الطابور، تجري في الجامعه تدور صوتها يحلى ويعلى صبحه ليها اهميه وحضور. طبقا لاخر احصائيات وزاره التربيه والتعليم المصريه نسبه التعليم للاناث في الفئه العمريه من 4 ل 5 سنوات بلغت 26% من اجمالي عدد الاناث. صبحه صحه صفقه رابحه لبسوها وزوقوها عند سفاح الصبايا وسلموها، مشط الختان جرحها ولما حبوا يجوزوها كبروها، وبضفايرها البريئه فكروها لما راحوا يسننوها، فات سنين والجاي أكتر وجوزها أكبر يجي بسنين، قالوا بردة قالوا حدة قالوا زغروطة للي والدة، وتروح صبحة وتتولد مليون صبحة. طبقا لآخر تقارير الأمم المتحدة أكتر من 130 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية في قارة أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط. صبحة صبها داء وصايب كل بنت بدون مجاملة، خبر لعين وفيه المصايب، صبحة تفضل طول حياتها العار وحملة، اسمه تحرش. سألوا عبها ذئاب عنيفة وسالوا عبها يمكن تيابها مشكلة أو حجابها، قالوا مجرم والجريمة ملفقة لاسم صبحة. طبقا لآخر تقارير هيئة الأمم المتحدة أكبر نسبة للتحرش الجنسي تقع في المحافظات الحضرية وعلى وجه الخصوص القاهرة واسكندرية. علشان مستقبل جديد لصبحة حملة انت الأهم.
هنتكلم أكتر عن الحاجات أو المراحل أو أنواع وأشكال العنف اللي مرت بيها صبحة واللي بيمر بيها بنات كتير قوي في مجتمعنا. يعني أكيد واحدة فينا أو واحدة من اللي بتفرج علينا دلوقتي أكيد مرت بنوع من أنواع العنف اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. الحقيقة بقى أن الفيديو ده كان من ضمن حملة أنتي أو فعاليات أنتي الأهم. إيه هي أنتي الأهم؟ هو ده بقى اللي هنعرفه من دكتور عمرو في الأول. أنتي الأهم يا دكتور. هي كل بنت وست مصرية أو لا أنتي الأهم. يمكن في 16 يوم مكافحة العنف ضد المرأة ممتدين من 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر. كل سنة الأمم المتحدة بننظم فعاليات لها علاقة بمكافحة العنف. فأنتجنا الفيديو ده اللي بيحكي لك قصة بنوتة مصرية اسمها صبحة. من ساعة ما اتولدت المشاكل اللي بتشوفها من ختان اللي حرمان من التعليم للتحرش للزواج المبكر. صبحة دي لما اتولدت هيقولك في الفيديو كانت فاكرة ان العلم نور وان هي كانت هتاخد دورها في المدرسة. اكتشفت لا ان مستنيها مستقبل تاني. فكنا بنحاول ان احنا نلقي الضوء على كل المشاكل اللي البنات والستات ممكن ان هي تشوفها في مصر. بنقول دايما المرأة عددية نص المجتمع بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص التاني. حبيتي تصلحي المجتمع ابدأي بالبنوتة وهي صغيرة لغاية ما تكبر وتبقى هي ست. هي دي البذرة اللي هتغير لك المجتمع مش كله. مش الأم يعني يا دكتور، الأم اللي بتربي. ما هي البنوتة هي هتبقى في الآخر الأم. والأم دي دايما أقول أكتر واحدة بتظلم الست هي الست نفسها. الأم نفسها ممكن تزرع جوه ابنها ثقافة التمييز، إنه ممكن يضرب أخته، إنه هو أحسن منه، إن أخته دي احتمال دي هي الشغالة في البيت هي اللي بتغسل وتمسح وتشيل. فهي كده الولد ده لما هيكبر هيعمل كده مع مراته. الأم تزرع جوه بنتها إن أنت ربنا بس خلقك عشان تتجوزي وتخلفي. ودي تشوفيها في ستات مصريات كتير لما توصل لآخر الأربعين والخمسينات ما تبقاش مهتمية بنفسها ولا بشكلها. صح. وتبدأ تدخن ويجي لها كل الأمراض. هي حست إن عملت دورها في الحياة، اتجوزت خلفت ممكن ولادها يكونوا كبروا وتجوزوا فخلاص. فيبقى برضو أمها ظلمتها لما حطت جواها الكونسبت ده، ما زرعتش جواها إن أنت لا، إن أنت ليكي دور في المجتمع، إن أنت تتغيري وتبدعي وإن أنت تجتهدي. يمكن دايما عندنا مشكلة في مصر حتى إن الناس فهمها للدين ما بقاش مفهوم ان هي حق المراه. يعني دايما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفقره اللي فاتت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالمراه، اوصى ان المراه لازم تتساعد، المراه لازم يكون معاها حد في البيت يساعدها. يعني انا ما اقدرش اتدخل او ادخل في الدين بتعمق، لكن ده بشكل عام ده اللي احنا اتربينا عليه في الدين. دي حقيقه. وحتى سيدنا محمد لما الراجل ساله فقال له امك ثم امك ثم امك، بعد كده لما قال له ثم من، فعشان نغير اجابه قال له ثم ابوه. يعني ده احنا لو ركزنا مع الحديث هنكتشف ان ده نوع من التمييز للمراه. ان هو لما ساله هو مين اكتر حد اولى بصحبته ان هو يخلي باله منه، قال له الام ثم الام ثم الام. يعني فضل الام دايما عالي من اول ان هي الجنه تحت اقدام الامهات. يعني دايما بقول الراجل عمره ما هيستحمل اللي الست بتستحمله. يعني جوه بطنها بتديله من دمها، لما تولده تديله من صدرها، يكبر شويه تجري وراه بالطبق والمعلقه. اكيد ما فيش راجل لا هيرضع ولا هيجري ورا عيل. يعني دايما المنزله العاليه للام عشان التعب اللي هي بتتعبه. فدايما هنا دايما بنقول دور الراجل في التقدير وان هو يحس بالست وان هو يديها دايما المسانده. طيب انا برضو عاوزه ارجع لنقطه، هل مكافحه العنف ضد المراه كان ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ يعني ايه هي الفعاليات اللي كان بيتم فيها؟ كان الفعاليات كان ندوات هل كنتوا بتنزلوا مثلا في القرى تتكلموا مع السيدات؟ ايه اللي كان بيتم فيها؟ كان الفعاليات كان الفيديو، الفعاليات كان عن طريق صفحتنا كان على الفيسبوك. ابتدينا كان كل يوم بننزل بوست عن انواع العنف. يعني ممكن نبدا نفتح عيون الناس عن انواع ما حدش يسمع عنها زي العنف المعنوي. العنف المعنوي يعني يكون انت عاوزه تحضري الماجستير او الدكتوراه، جوزك يقول لك لا طب ما هو الطبيخ اهم، احنا نستفيد ايه من الماجستير او الدكتوراه بتاعك؟ انت مثلا نفسك تترقي في الشغل يقول لك طب ما هو خليكي كده عادي، لا ركزي في البيت هيكون احسن. فحاولنا نركز على العنف المعنوي لان العنف المعنوي ده القانون ما بيعاقبش عليه. العنف المعنوي الراجل بيمارسه لا اراديا، هو اتربى من هو صغير ان هو بيعمل عنف معنوي على اخته. فكان دي من ضمن الحاجات اللي حاولنا نركز عليها. انت عارف يا دكتور ان في احصائيه بتقول ان 47% من السيدات اللي هم من سن 15 سنه فعلا تم عليهم العنف المعنوي او العنف الجسدي، يعني حصل نوع من انواع العنف عليهم. 47% هتلاقي النسبه، صدقيني هتلاقي النسبه كمان اعلى لان هي دايما الناس ما بتبلغش. ليه؟ يعني حاجه مثلا زي التحرش، دايما هتكتشفي ان وسط 100 حاله تحرش واحده بس هي اللي بتروح تبلغ. طب دي احصائيه تانية بقى. 98% من اللي تم الاعتداء عليهم او كان في نوع من انواع التحرش ما راحوش قالوا. عارفه ليه؟ 98. عارفه ليه ما بيروحوش؟ عشان بتسمع قصه اللي راحت، اللي راحت دي ما عرفتش تجيب حقها. طب اقول لك طب انا، ويقول لك طب ما هي اللي اكيد قللت الادب، ويبدا المجتمع يفسر يقول لك اكيد هي اللي كانت ماشيه بتتمايس. اه ماشيه بتتمايس لابسه ضيق. يعني او يقول لك اصل احنا عندنا تاخر في سن الجواز والشباب تعبانه لازم تروح او معلش البطاقه. يعني انت بتعلق شماعه ثانيه خالص، انت ما قلتليش ان ده ما ترباش وان لازم يوقع عليه عقوبه. فيمكن الست بتشوف
ان اللي هي راحت تبلغ ما خدتش حقها، طب هي هتبلغ ليه؟ خلاص يبقى بقى التحرش دي حاجه عاديه، مع ان لازم يبقى في تقليص العقوبات ولازم يكون في اليه لتنفيذ كمان العقوبات. هانيا انت عندك 17 سنه يا هانيا، ايه اللي خلاكي ان انت تكوني واحده من المشاركين في حمله زي دي؟ انا كنت على فيسبوك عادي فبعد كده شفت الفيديو بتاع صبحه بس طنشته كده، لما لقيت كذا حد بيعمله شيء قلت طب اشوفه بقى شكله حاجه مهمه. فشفته لقيت فعلا ان القصه اللي بيحكوها على صبحه حقيقيه وان الحاجات دي محتاجه تتصلح في البلد عشان نخلي الستات احسن وفي باور اكتر والستات تحس انها واخده حقها واحسن. فبعد كده حاولت اوصل لصاحب الفيديو، لقيت ان بيج اسمها انتي الاهم. فحاولت اكونتاكت لقيت دكتور عمرو وكانوا مرحبين بيا جدا ان انا واحده صغيره عايزه اشترك في الاورجنايزيشن دي. واكتر حاجه عجبتني ان الاورجنايزيشن بتاعت وومنز رايتس اللي هي راجل عاملها، يعني دايما لما نشوف مثلا اي اورجنايزيشن تكون ست اللي عاملاها. بس راجل يعني بيشوف ستات يعني عشان تخصصه في النساء والتوليد اكتر ما بيشوف رجاله الحقيقه. بيشوف رجاله خالص يعني، فعشان يمكن كده هو حاسس بيهم زياده عن اللزوم. بس فالفكره عجبتني وقلت لو انا واحده صغيره اشتركت ممكن كذا واحده تشترك معايا طبعا. وبعدين صحابك وانت في مدرسه يمكن امريكان كمان، فبالتالي الفكر المتفتح ده بتاعت ان انت تشاركي وان انت تتكلمي مع اصحابك واصحابك يشاركوا، هو ده اللي بيبني مجتمع. ايوه ان احنا نريز اويرنس باي طريقه نعرف عشان نخلي تزودي الوعي. زود الوعي عشان كل الناس تعرف ان البلد فيها مشكله ما لازم نصلحها. الستات يعني ناس مهمه قوي في البلد ولازم كل واحده تاخد حقها، مش تطبخ بس في البيت وتربي، لازم برضو اعمل حاجه انا بحبها. طب ده كويس جدا. طب قولي لي انت بقى ابتديتي تعملي ايه؟ ابتديتي تتكلمي مع اصحابك مثلا الناس اللي حواليكي، فتحتي باباكي ومامتك في ان انت بتشاركي في حمله زي دي؟ رد فعلهم كان ايه؟ قلت لمامتي وبابايا وكذا حد من صحابي واتبسطوا بيا قوي ان انا يعني فكرت اعمل حاجه وانا صغيره، حاجه انا بحبها ممكن تساعدني في المستقبل بتاعي. وبس لسه بقى عشان انا بقاليش كتير لسه في الاورجنايزيشن دي، فمع الوقت ممكن اعمل حاجات اكتر. اوكي برافو يا هانيا، وتحيه كبيره قوي لمامتك وباباكي، لان زي ما كنا بنقول في الاساس هي الام، فالام انها تربي بنوته عاوزه تعمل اختلاف في المجتمع. برافو، برافو لمامتك يعني. طب يا دكتور نرجع تاني لموضوع العنف، اكيد انت بقى بتقابل زي ما احنا كنا بنقول ستات كتير قوي، هل وانت قاعد مع المرضى بتتكلم معاهم عن الموضوع ده؟ بتوعيهم؟ بتقول لهم انتوا لازم تعملوا 1 2 3 4؟ لان اكيد وانا عارفه ده بالخبره، انا يعني دكتوري العزيز طارق تماره كنت بقعد اتكلم معاه اكتر ما بتكلم مع اي حد تاني، فاكيد بيفتحوا ليك بيتكلموا معاك بيقولوا لك ده جوزي ضايقني، ده ضربني، انت بتشوف علامات على جسمهم، الحاجات دي كلها. ايه الخطوات اللي انت بتاخدها كدكتور وكمنظمه او كحمله؟ كدكتور اكتر حاجه بركز عليها ان دايما الزوج لازم يكون موجود. يعني دايما من لو واحده جايه من غير جوزها اقول لها لا هاتي جوزك عشان اتكلم معاك، لان احد الادله ان هو مهتم بالحمل ومهتم بيها ان هو يجي معاها في زياره، بينما الست اللي هو سايبها على مدار 9 شهور كده فيها غريبه، انا اللي اصر ان جوزها لازم يجي عشان اشوف كمان هي بتبدا تشتكي لي منه وهي قاعده، يعني تقول لي ده هو مثلا طول الوقت بيرزل عليها، انت مال مراخ لما حملتي مراخيرك بقت عامله كده ليه؟ او وشك بقى عامل كده ليه؟ فدايما اتكلم مع الزوج افهمه ان الست بقت حساسه جدا اثناء الحمل، هرمونات الحمل تخليها عصبيه اكتر، عليك دور انك تستحملها. ساعات بعض الازواج هو اللي نفسه ضعف الثقافه الطبيه يخلي جوزها يجي يشتكي، يقول لها دكتور هي مالها بقت مجنونه كده ليه؟ طول الوقت بتزعق او بتعيط، لان هو مش قادر يفهم ان الحمل بيخليها حساسه اكتر وان هو محتاجه معامله من نوع خاص، محتاج ان هي تحس بالحب والحنان وان هي تطبطب عليها. فدايما اهم دور ليا ان انا باصر ان لازم نشرك الراجل معانا والزوج يكون موجود عشان ابدا افهمه ان هي المشاكل اللي هي فيها دي قد يكون بسببه هو، ان هو مش عارف يديها حب وحنان، او ممكن الست نفسها لما تكبر وتوصل لسن الامان او سن الياس يبدا برضو ان اهتمام زوجها يبدا بيها ان هو يقل. تلاقي بعض الستات جايه لنا بتشتكي عندها وجع في ظهرها وركبها ومفاصلها وبتشتكي من كل حاجه، اللي تكتشفيه ان الشكوى دي اصلا مش اسباب عضويه، دي مشاكل كلها نفسيه. هي ابتدت مش حدش في البيت بقى يهتم بيها، بقى جوزها هي خلاص حست ان هي كبرت وعجزت ما بقتش حلوه زي زمان، جوزها ليل ونهار قاعد ممكن يكون بيتفرج على الدش ويتفرج على بنات شكلهم حلوين وصغيرين، ولادها ابتدوا ان هم بقوا مشهورين عنها، فتبدا عشان تشد انتباههم تبدا ان هي تشتكي.
فبرضو اتكلم مع جوزها واقول له لا هات لي الولاد كمان، ان هم لازم يحاولوا يدوها دعم نفسي، لان الستات بيبقى في بعض المراحل العمريه بتبقى فيها حساسه جدا. حاجه زي سن الامان او سن الياس، مرحله زي الحمل، او انه هي بنوته صغيره فيها في مرحله المراهقه لسه بتحب وبتتحب ولسه عندها ستريس توتر وامتحانات. فدايما بركز دايما على الطرف الثاني، يعني الست لما تجيلي وتتكلم معايا لازم اتكلم مع الزوج، لان هو في الاخر مهما انا اتكلمت معاها لو هو زوجها هو دايما هو اللي مش مهتم بشكوتها، هي في الحمل ولا انت تعرفيني يعني طول الوقت هتفضل كده على طول، بيقلل من ثقتها بنفسها، على عكس الزوج اللي يكون متفاهم. وعشان كده دايما بحب ان انا اديله المعلومات الطبيه واضحه، افهمه لا خلي بالك هي ما اتجننتش في الحمل، بس هي بقت حساسه اكتر، محتاجه منك لمسه حنان، محتاجه تحس ان انت جنبيها لما تكبر. وبرده جوزها يبدا يقول لي هي بتشتكي ليه كده على طول، عشان هي ما بقتش حاسه باهتمام. فبتحاول ان هي تشد اهتمامك بطريقه تانية. فيمكن العنف ليه اشكال كتير. ممكن عنف يكون زي الختان مثلا، وده اللي بنشوفه حتى بعد كده في الازواج بعد كده ويعمل لنا مشاكل في العلاقات الزوجيه. مستغربه قوي يا دكتور ان كميه مكافحه الختان كانت بشكل كبير جدا، هل لسه في نسبة كبيرة؟ وده اللي أنا سمعته، يعني نسبة كبيرة من المجتمع المصري بالأخص في الصعيد لسه بيعملوا موضوع الختان ده ازاي؟ هقولك، جت بعد الثورة كمان وأيام فترة الإخوان الختان رجع تاني، عدم تنظيم الأسرة رجع تاني. يعني من ضمن الزيادات السكانية اللي حصلت إن إحنا بقينا 90 مليون، قالك الفترة اللي هي كانوا موجودين فيها لا تنظيم الأسرة إلغي، ما يبقاش فيه اهتمام. كان فيه احنا عندنا كان زمان اهتمام باعلانات مثلا تنظيم الاسره، بينما لا في الفتره دي لا طنش على تنظيم الاسره، بلاش نطنش، لان جزء منها ساعات بيكون تفسير خاطئ للدين. يعني يجي لي ست حامل مثلا في القصر العيني حامل في المره السادسه، اقول لها مدام حضرتك هو مفيش ليه تنظيم اسره؟ تقول لي جوزي بيقول لي ان هو حرام، يقول لي انت كده بتمنعي رزق ربنا. فدايما بقول دور رجال الدين عليهم دور. رجال الدين زي ما هو بيديني فتاوي عن هنعمل ايه في الاخره، انت لازم تقول لي هنعمل ايه في الدنيا، ازاي هنعيش في الدنيا عشان اوصل للاخره، يعني للأخرة. او يا ربنا يدخلني جنه. فيبقى نوع. دايما لازم رجل الدين، لا ده انت قبل ما تكلمنا على الاخره كلمنا على الدنيا. طبعا. قول لي هنعمل ايه في الدنيا، ازاي هنعيش فيها، هل يا ترى هو الدين تفسيره ان احنا نجيب ست عيال وسبع عيال ما نعرفش نربيهم ونطلقهم وبعد كده يبقى فيهم مشكله، ولا ان احنا نجيب ولدين او بنتين؟ هل يا ترى الدين بيقول لك في تمييز بين ولد وبنت، فيبقى الست لما تخلف اربع وخمس بنات لسه بتدور على الولد رقم ستة، ان هي عشان لسه عندك ثقافه التمييز بالولد والبنت. انت حتى بنشوفها في مستويات اجتماعيه عاليه، تلاقي الست والده اربع مرات وجايه تعمل حقن مجاري وطالبه تحديد جنس الجنين ان هو يبقى ولد، مع ان حتى ناس في مستواها اجتماعي، بس هم حرسين. الراجل من هو صغير هو متربي ان لازم يبقى فيه ولد. طب انا دلوقتي يا دكتور انت بتتكلم عن نقط مهمه جدا، احنا دلوقتي بنخاطب رجال الدين، بنخاطب رجال الحكومه، بنخاطب الرجال العاديين، يعني الحمله كلها على بعضها بتخاطب تقريبا من الرجال على ما اعتقد. احنا بنخاطب الرجاله والستات. انا عارفه بس الجزء الكبير منها رجاله مظبوط؟ لا يعني بخاطب الاثنين. هقول لك حاجه، الستات ان انا بعرفك بحقوقك، قد تكوني ان هي مش عارفه ان ده يكون حقك، فانا بوعيك ان اقول لك ان ده حقك، واقول للراجل لا ركز مع الست اكتر ان ده حقها، حقها في الكلمه الحلوه، وحقها انك تحافظ عليها، وبلس ان انت بتعرفي الست حقها، لان جزء منها ان زي ما قلت لك الست ممكن يبقى امها ربيتها ان دي مش حقوقها اصلا. هي فهمت ان دورها في المجتمع ان هي هتتجوز هتخلف كده، عملت اللي عليها، وصلت لسن معينه، خلصت رسالتها في المجتمع. بعض السيدات ممكن يجوا لي ازواجهم يشتكي تقول لي مثلا دي زاهده في العلاقه الزوجيه وهي عندها 50 سنه، تقول لي خلاص احنا كبرنا، لان هي اتربت وفهمت ان هي هتتجوز هتخلف كده عملت اللي عليها، ملهاش دور تاني. فحقيقة احنا بنكلم كل طاقة في المجتمع، الرجاله والستات، ونكلم حتى الاعلام. يعني انا اشكركم ان انتوا عرضتوا الفيديو النهارده، ان هو بقول دايما برضو دور الاعلام، زي ما تعرضي الحاجه السلبيه لا لازم تعرضي الحاجه الايجابيه، وتعرضي كمان الحاجات اللي بنعالج بيها المشاكل السلبيه. يعني دايما لازم المشاكل الموجوده في مجتمعاتنا نركز عليها اكتر. طب مدى تقبل الرجاله اللي انتوا اتكلمتوا معاها قد ايه؟ بصي ده مهم قوي بالنسبه لي، يعني ده هيديني انديكيشن او هيديني زي ما نقول نوع من انواع المعدلات الدنيا هتتغير ولا لا. يعني الستات انت هتقول لها اعملي سوي وحقوقك ماشي، هتعرف حقوقها، هتبتدي تتخانق اكتر مع الرجاله ان هي دي حقوقها، بس هل هنا الرجاله هتتقبل حاجه زي كده في مجتمعنا ده ولا لا؟ هقول لك هنا يمكن من الحاجات في مصر اللي بقولها ان التغيير ولو حتى مليمترات يرضيني، لان انت الظروف عكسك. فانا دايما بقول ان حتى لو نجاح بسيط
انا بعتبر ان ده نجاح كبير. وده هنا عشان كده احنا عملنا خطتين، خطه قصيره المدى ان انا نبدا نتكلم مع الرجاله العاديين، وخطه طويله المدى ان احنا نبدا نشتغل على الاطفال. وده من هنا ان احنا حتى الاطفال ابتدينا نوصل لهم ان احنا عاملين مثلا سي كراريس تلوين عن اغلب المشاكل، انا عاملين مثلا كراسه تلوين عن التدخين مثلا، عاملين كراسه تلوين عن التغذيه، ان انا الطفل من وهو صغير انا هبدا ان انا اشتغل عليه. لان هي في الاخر لو الطفل ده لو اشتغلتي عليه بعد 20 سنه مش هيحتاج لا انت الاهم ولا هيحتاجني ولا هيحتاج اصلا حد يتكلم عليه. فيبقى اصعب حاجه تغيريها الحاجه اللي انت ورثتيها في دماغك. فعشان كده الكبير لما اتكلم معاه ممكن يستجيب وممكن ما يستجيبش، بس الحل الوحيد هي الخطه طويله المدى، ان احنا نبدا بالاطفال من هم صغيرين، تعلميه من هو صغير قيمه الست، تعلميه حتى من هو صغير ازاي يهتم بصحته، يبعد عن التدخين، ما تستنيش لغايه ما يبقى راجل كبير وبيشرب سجاير. ازاي يتعامل مع البنات اللي في الفصل عنده، ازاي يتعامل مع امه، ازاي يتعامل مع اخته، ازاي يتعامل مع الحياة. دي محتاجه تواصل من كل الناس. المدرسه عليها دور، يمكن دور المدارس رجع، المدارس عليها دور، المدرسه قبل التعليم هي عليها دور في التربيه، البيت عليه دور ان يرجع دوره تاني في التربيه والتعليم، رجال الدين عليهم دور ان احنا زي ما قلنا ان انت تحل لي مشاكل الدنيا، ما تحليش بس مشاكل الاخره، حل لي مشاكل والاعلام عليه دور. طيب. ان انت تبداي تركزي على الظواهر السلبيه وتقولي لي حقيقه حلولها كمان ممكن نحلها ازاي. طيب هاني انت عندك اخواتي هاني؟ عندي اخ. بيتعامل معاكي في البيت ازاي؟ هل مامتك مربياكي على ان اخوكي ممكن يخرج وانت ما تخرجيش مثلا؟ انه هو ليه حاجات يقدر يعملها وانت لا؟ هو اكيد في، هو اكبر مني، عنده 21 سنه وانا عندي 17. مثلا اكيد في حاجات هو ممكن يعمل، هو مثلا ممكن يروح بيت متاخر. أنا بس في طريقه الكلام، متاخر دي عشان الامن والحاجات دي كلها، لكن في طريقه مثلا الكلام، يعني مثلا هو يقدر يزعق لك وانت ما ينفعش تزعقي له مثلا؟ لا ما ينفعش يزعق لي. بص انا سالتها ليه عشان عاوز اعرف رد فعلها مره واحده، قلت لك لا طبعا ما يقدرش يزعق لي. انا قعدت مع باباها متفتح جدا، فانا بقول ان دايما ان الراجل لما متفتح هيطلع لك، هيساعد مراته ان هو يطلع جيل مبدع، جيل يكون متفتحين جدا. طب في المدرسه يا هاني، هل في المدرسه في اي، احنا دايما كان في المدارس عندنا، بس احنا كنا شويه موضوع بره مصر وبريطاني، فكان الموضوع ده موضوع الاجتماعيات ده كان مهم جدا، وازاي نتعامل مع بعض كان من اهم المواضيع او الحصص اللي احنا بناخدها. هل عندكم في المدرسه في اي نوع من انواع السبجكتس او الحصص بتاخدوها في ازاي التعامل مع الناس؟ ايه هي الاثكس، ايه هي الديسيبلينز ولا لا؟ لا لا. هو ده بقى اللي احنا عاوزين نقوله، ان لازم يبقى في كل المدارس اي حاجه ليها دعوه او اي حصه ليها دعوه بكيفيه التعامل مع المجتمع. دي حقيقه، ده مهم جدا. في حاجه مثلا المدرس مش ممكن هو مثلا يقول لنا اعملوا كذا، مثلا يقول لنا اكتبوا 1000 كلمه عن حاجه مشكله، فاحنا اللي نكتب، مثلا نكتب عن التحرش، واقول للفصل كله ان انا بكتب عن التحرش، نعمل مثلا برزنتيشن عن ده مهم قوي، اي مشكله عايزين نحلها. يعني مش دايما تيجي من المدرس بس، مثلا يكتبوا عن اي مشكله، فاحنا اللي بنطلعوا لجواها، احنا اللي بنكتب، ونخلي الفصل كله يعرف. ده مهم جدا كمان، يعني ان الواحد او الاطفال يبتدوا يتكلموا، بلاش اطفال، التينيجرز يبتدوا يتكلموا عن هم حاسين بايه. مش هيبقى في كبت عند الولد، هتعرف تفكير الولد ازاي وتعرف ان انت تعالجه، هتعرف الحاجات او الحاجات اللي لازم البنت تكملها عندها. فدي حاجه من الحاجات المهمه، وهي المدارس عليها دور اكبر حتى مش في موضوع العنف، حتى في التوعيه الصحيه. يعني دايما اقول بره مثلا في كل المدارس عندهم مناهج توعيه صحيه، في ابتدائي، في اعدادي، ثانوي، في الكليه، في شغل. هنا في مصر الكلام ده ممكن تلاقي واحده اتجوزت وخلفت ما تعرفش اساسيات مثلا النظافه الشخصيه، ولا تعرف ازاي تهتم بصحتها ولا بصحه بنتها. فدايما بركز ان المدارس عليها دور، بس مش في العنف، لا في العنف وفي التوعيه الصحيه وازاي نعيش. اوكي، احنا معانا فاطمه على التليفون. يا فاطمه مساء الخير. أنا مساء النور. اتفضلي. أنا اتفرجت دلوقتي على الحلقة، قد إيه رائعة رائعة رائعة، واستمتعت بيها جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا فندم. وأكتر حاجة عجبني كمان اللي هو اللي شريك الفيديو. أنا على فكرة فوق الخمسين، ففكرني بحسنين ومحمدين وماما كريمة. أيوة. اللي هي إعلانات زمان المحترمة الهايلة هايلة هايلة. طب عاوزه اسالك سؤال يا مدام فاطمه، ربنا طبعا يديك الصحه لان صوتك اصغر من سنك بكتير قوي يعني. اتفضل. فقولي لي ايه اكتر الحاجات او ايه اكتر انواع العنف اللي انت بتشوفيها في مجتمعنا ولازم تتحل او لازم تتواجه الحقيقه، مش تتحل في الاساس؟ يعني عارفه التهجير، التهجير بشكل عام، التهجير بشكل عام، بتبقى بشعه بالنسبه لسه موجوده لغايه دلوقتي. يعني
وبزياده للاسف انها عماله تزيد مش بتقل. طب يمكن هو ده موضوع من المواضيع اللي هنتكلم عليه دلوقتي، لان كان في يعني كان في حمله معموله من اليو ان هنتكلم عليها دلوقتي. بشكرك جدا على اتصالك، وده اللي احنا كنا بنقوله قبل الفقره، ان كان في حمله اتعملت من خلال اليو ان. مظبوط، اسمها ايه يا دكتور؟ اجمادي. اجمادي. ايه بقى اجمادي دي؟ يعني اجمادي حتى من احد الحاجات الافكار اللي كانت حلوه اللي شفتها، ان هم بيعلموا البنات السلف ديفنس عشان الواحده تحمي نفسها. حقيقه مش مقتنع ان هي الواحده ان انا هعلمها تمشي بمطاوي او ان هي تدافع عن نفسها. ده دور المجتمع ان هو يربي الاولاد، دور المجتمع ان احنا يخلينا ناس يكون همهم ان هم الشغل، ان هم يكونوا مبدعين، ما يكونوش يضيعوا وقتهم ان هم نازلين الشارع عشان ان هم يعكسوا. جزء منه ليه علاقه بالمشاكل الاجتماعيه، بس ده على اللونج ران، يعني ده على المدى الطويل قوي. يعني عارف احنا محتاجين حاجات صغيره، اهداف صغيره جنب الهدف الكبير، عشان بس هو لازم نبدا في الهدف الكبير. ده اكيد، لان المشكله انك هتكتشف ان كل الحلول اللي بتقدم لنا في مصر هي مسكنات. بديلك مسكن يحل لك المشكله، بحلها لك شويه بس عشان تقضي على المشكله تماما، مش هتبدا الا بحلول طويله المدى. وكل الحلول مش هتبدا الا من الاطفال، من واحنا صغيرين نبدا نركز معاهم في المدرسه. يعني الاستثمار الحقيقي مش في المباني، الاستثمار الحقيقي هو في البشر، واغلى بشر عندنا هم اولادنا. فلازم نبدا معاهم، نعلمهم من هم صغيرين ازاي يحافظوا على نفسهم، صحتهم، اعرف البنوته من وهي صغيره ايه حقها، ايه واجباتها ناحيه المجتمع، انت ليه اصلا اتخلقتي، وليه الولد انت ليه اتخلقت في المجتمع. لا، انت دورك انك تكمل انك تطور البشريه، يعني انك لازم تاد فاليو للكوميونتي. جزء منه اللي مبسوط منه في عنيا اللي هي قصه ان احنا المشاركه المجتمعيه دي مهمه جدا، ثقافه التطوع. يعني بحييها ان هي موجوده عندها ثقافه التطوع، دي مفتقدينها برضو في مصر، ان انت جزء الفلانتير وان انت تشتركي بدون مقابل. الثقافه دي مش منتشره في مصر مع انها بره موجوده من ضمن الاساسيات. فاحنا يقول يا ريت ندرس حتى في اولادنا ثقافه المجتمع، ثقافه التطوع، وان انت تخدمي للمجتمع، وان انت لازم يبقى ليكي ساعه او ساعتين في الاسبوع بتحاولي تخدمي فيهم المجتمع، سواء تخدمي حد فقير، حد غلبان، هتعلمي حد فولنتير. الثقافه دي منتشره بره حقيقه، محتاجينها تكون هنا، وهو ده جزء من ديننا اصلا اللي هو التكافل، وان احنا نساعد الناس هو ده اساس وجوهر الدين. هانيا، نفسك كمان كم سنه تعملي ايه يعني في الجزئيه دي؟ نفسك تتكلمي مع ناس مثلا، تدي مثلا لكتشرز، تدي محاضرات، تتكلمي وتقولي للناس ما ينفعش اللي بيحصل ده، نفسك تعملي ايه؟ ما فيش حاجه معينه، بس نفسي الدنيا تتحسن. اوكي، نفسك الدنيا تتحسن. عايزه اعمل حاجه تغير اي حاجه غلط للاحسن. I wish you all the best يا حبيبتي، ان شاء الله تقدري تعملي كده. ومبسوطه بالسبيريت او بالطاقه الايجابيه اللي عندها. اتمنى يا رب ناس كتير قوي تبقى زيها، اتمنى يعني. طب يا دكتور، اخر حاجه عاوزاك تقولها للمشاهدين، الست تعمل ايه لو ما كانتش بتوعي ولادها من دلوقتي ان ما ينفعش تزعق لاختك، ما ينفعش تضربها؟ تقول ايه للزوج والزوجه اللي بيهينوا بعض قدام ولادهم؟ بلاش بيهينوا بعض بالضرب حتى بالالفاظ. تقول ايه للجدود كمان اللي قدام احفادهم ممكن يشتموا مثلا حد على التلفزيون مثلا، يعني تقول لهم ايه؟ يمكن الراجل لما تلاقي راجل بيضرب مراته، اعرفي ان هو صغير شاف باباه بيضرب مامته، فدايما اقول لفظ مش كويس. طبعا، فيبقى علينا دور في التربيه، وربنا يوم القيامه هيحاسبنا على التربيه، لان هو في الاخر اولادنا دولت حاجه هنتحاسب عليهم، زي صحتنا، زي فلوسنا، فالاولاد لازم هنتحاسب عليهم. فلازم نركز جدا، ولازم نعرف ان حتى التربيه دي ده علم. لو انت مش عارف تتعامل مع اولادك، لا، روح لدكتور، ابدا اتكلم معاه، شوف ممكن ازاي تبدا تتعامل مع الاولاد. لو هو الطفل ابتدى يبقى عنده بوادر مشكله نفسيه، لا، وديه للدكتور، ونبدا ان احنا نشوف المشكله، بدل ما في الاخر تديني طفل عدواني قد يكون ان هو بيدمر المجتمع، او تديني واحد محبط ما بيشتغلش، او تديني واحد انطوائي مش عاوز يتعامل مع الناس. ما في الاخر كل دي امراض اجتماعيه منتشره في المجتمع. ليه؟ عشان احنا مش عارفين نربي اولادنا. او تديني واحد قاعد بيغل على الناس اللي حواليه وبيحسد وبيحقد، وهو مش قادر ان هو يركز مع نفسه وان هو يشتغل على نفسه. فيبقى كل حاجه نعرف ان هي علم وتربيه. لازم قبل ما تخلفي لازم تعرفي يعني هتربي ازاي ولادك اصلا. يعني انت مش هتربي الولاد وبعد كده نتفاجئ هو احنا ان احنا بعد ما تولديهم ان انت هتربيهم. لا، انت كده هتربيهم، بس لازم تقري كويس. دايما بنقول الثقافه لازم تبقى منتشره عندنا، نحبب الستات من هو صغيرين. ابداي من وانت صغيره اقري في التربيه، وازاي تتعاملي مع زوجي، وازاي تتعاملي مع الراجل. يعني هتلاقي بره كتب منتشره جدا، ازاي تتعاملي مع الطرف الاخر، ازاي تتعاملي مع اولادي. والله عربي وانجليزي الاثنين منتشره جدا في كل المكاتب. ومهمه جدا ان ثقافه القرايه تكون موجوده عندنا. اما احنا هنا الناس بتواجه المشاكل اللي هي ما عندهاش المعلومه،
فتبدا تاخد المشكله، فتبدا يسالوا الجيران ويسالوا الاهل ويسالوا الحبايب. بينما لو احنا ابتدينا نرجع للكتب ونحاول ان احنا نتعلم، هنعرف ان نتعامل ازاي مع اولادنا، وتعرف ازاي تتعامل مع مراتك، والست ازاي تعرف ان هي تتعامل مع جوزها. فاقول للاباء والاجداد عليكم مسؤوليه، اولادكم لازم تربوهم. التربيه هي في الفتره الاولانيه خالص، بعد كده مش هتقدر تكنترول. انت بنتك لما خلفتيها عندك مرحله عمريه بتحطي في دماغها افكار ومبادئ ومسؤول عليا، لو فاتت عليك الفتره دي مهما تحاولي تغيريها بعد كده مش هتعرفي، هيبقى صعب قوي. بشكرك جدا على وجودك معانا يا دكتور النهارده. هانيا انا مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده، وانت مثل حلو قوي وجميل قوي وشكلا حلو وجوانيا كمان، جوانيا من جوه كمان حلو. I wish you all the best حبيبتي، ان شاء الله هتعملي حاجه في البلد دي، لان بالروح دي مفيش حاجه اسمها مش هتعملي، اكيد هتعملي وهتعملي حاجه كويسه قوي للبلد دي. دكتور عمرو بشكرك على وجودك معايا دايما جداً. الحقيقه دايما بتدينا الطاقه الايجابيه وبتدينا امل في بكره وبتدينا معلومات كتير قوي، اتمنى ان كل الناس اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استفادوا منها. نورتوني وشرفتوني واشوفكم ان شاء الله في الاسابيع. شكرا ليك.